مساء الخير. احتياجات الطاقة عم تنمى بشكل كتير كبير، وهذا عم بيؤدي إلى تدمير البيئة وتغيير مناخي مع ارتفاع درجات الحرارة. عشان هيك عم نسمع أكثر وأكثر بشيء اسمه بناء الأخضر (Green Building). شو معنى البناء الأخضر أديب؟ البناء الأخضر يعني البناء الذكي. بناء ذكي كيف يعني؟ يعني البناء الذكي يعني اللي بيتكيف مع البيئة وبقلل قدر الإمكان من إلحاق الضرر بالبيئة. مثل استخدام مواد وتقنيات للبناء اللي بتراعي البيئة. وبقلل من استهلاك الطاقة وحتى بينتج طاقة جديدة. مثل الطاقة المتجددة أما الطاقة الشمسية، مثل الألواح الشمسية على أسطح المباني والطاقة الحرارية الأرضية اللي بتخفف من استعمال الغاز والمازوت والبترول، وإعادة تدوير النفايات اللي بتخفف من استهلاك المواد الطبيعية مثل الشجر، وتيار التهوية المزدوجة اللي بتخفف من فتوت الكهرباء، وكمان زرع النباتات على الجدران والسطوح. وأهم البناء الأخضر البدء بالتفكير بالبيئة والسكن والمدينة ككل، واعتبار هالقطاع كفرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، عبر مثلاً إعادة تأهيل المباني القديمة وجعلها تتكيف مع البيئة، وخفض عجز الميزان التجاري بخفض فاتورة البترول، وأكيد إدخال ضرائب بيئية وحوافز بيئية. يعني الانتقال إلى نموذج مختلف لإنتاج واستعمال الطاقة، وهذا مشروع كتير كبير. بنشوفكم بكرة، ما تنسوا تابعونا.